أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناتنا. فيديو اليوم في جميع تفاصيل رحلتي من إسطنبول إلى إسكيشهير عبر القطار السريع. وطبعا حاولنا نبدأ اليوم من الأول، اتجهنا مباشرة إلى محطة القطار السريع الموجودة في منطقة سوتلو تشيشمي بكاديكوي بإسطنبول الآسيوية. سعر القطار كان فقط 280 ليرة. القطار صراحة كان جدا نظيف وسريع جدا، وصلنا في حوالي 3 ساعات لمدينة إسكيشهير، وتقريبا في كل كرسي موجود مكان لشحن الموبايلات، والكراسي فيه مريحة حتى تحس انه الكراسي لسه جديدة، علما انه هذا المترو او هذا القطار معمول من زمان. نفس الشيء بالنسبة للحمامات، كانت نظيفة جدا. وكذلك خلال الرحلة تستمتعوا بالمناظر الجميلة الخضراء اللي بتكون في الطريق. والآن بعد ما نزلنا من المحطة في مدينة إسكيشهير، هاي المدينة المعروفة بالطلاب، توجهنا مباشرة مشي حتى، يعني المدينة بحكم انه صغيرة ما في داعي للمواصلات. اقل من 10 دقائق مشي كنا في النهر الشهير الموجود في المدينة اللي اسمه بورسوك تشاي. هذا النهر على طول في جنبه كافيات ومطاعم، وعلى نهر بورسوك تشاي موجود هاي البواخر وكذلك هذا القارب الصغير. نحن ركبنا في القارب، كان سعره 300 ليرة لأربع أشخاص. 300 ليرة بياخدكم بنص جولة بالقارب، يعني ما بيكمل كل النهر. وبعدها توجهنا إلى المدينة. هذا هو المترو الموجود في مدينة إسكيشهير. طبعا إسكيشهير كتير معروفة بالتشي بوريك، هو هذا البوريك اللي بيجي محشي باللحمة والبطاطس على حسب الاختيار. طبعا كتير لذيذ وكان سعره جدا رخيص. إسكيشهير برضو معروفة بالتماثيل في كل مكان تقريبا. أما الوجهة الثانية كانت هاي البيوت الملونة المعروفة برضو في مدينة إسكيشهير، لكن نحن رحنا كذلك لأودون بازار. هذا البازار الأنتيكة في أشياء قديمة وفي شوارع جدا جميلة. وبحكم أنه سمعنا في إسكيشهير في مطاعم غربية كتير بتزبط الأكل الغربي، فرحنا ناكل بيتزا إيطالية. صراحة كان البيتزا كتير لذيذة، حتى من شكلها باين، وكذلك طعمها كان روعة بصراحة، وسعرها كان كتير كتير مناسب، يعني الأسعار جدا مناسبة، أحسن من إسطنبول بكتير. أما الوجهة الأخيرة فكانت هي سازوفا بارك. هذا البارك الذي يبعد على مدينة إسكيشهير بحوالي تقريبا نص ساعة بالسيارة أو 15 دقيقة. فيفضل لو متواجدين في إسكيشهير تروحوا عبر الباص أو عبر تاكسي أو سيارة، بس السيارة أحسن بصراحة لأنه هو خارج المدينة. ويسمى كذلك باللغة العربية قصر ساندريلا. الدخول إليه بمية ليرة. نحن صراحة ما كان عندنا وقت حتى ندخل لهذا القصر. وفي كذلك بحيرة جنبه، بحيرة جدا جميلة. يعني هو صحيح المكان بعيد عن المدينة، لكن عاملين فيه أجواء جميلة جدا. بعدها ختمنا الجولة، رجعنا لبورسوك تشاي لحتى نكون قريبين من القطار، وقعدنا في هاي الكافي. كانت عندهم أطباق جميلة وخصوصا الحلويات. سان سيباستيان كان كتير طعمها لذيذ، وسعرها كان فقط 80 ليرة، يعني بصراحة كانت أسعار جدا جدا مناسبة في إسكيشهير مقارنة مع إسطنبول.
وخلصت جولتنا، إن شاء الله إلى جولات قادمة. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وأشوفكم.